في الدول، في الدول يعني صحيح في كل الأديان بتدعو إلى يعني القيم الطيبة والنبيلة والإنسانية الرائعة، ما فيش كلام، لكن في الدول لازم تحول الكلام دوت إلى برامج، إلى قوانين، عشان نبقى ما نقولش إن الحماية بالمزاج بالخاطر، الحماية الدولة توفرها. وأنا لو كان، بس مش عايز أضغط على الدكتور مصطفى، كنت قلت له حط في صندوق الأسرة أكتر من كده اللي احنا كلمنا فيه، سواء كان الصندوق المسنين أو صندوق الأسرة. ليه يا دكتورة هالة وانت ماسكة الفلوس برضو مع دكتور معيد؟ فيعني انحازي لل ما نخلاش الدكتورة. طب اتفضلي استريح. الدكتورة نيفين بسألها بقول لها لا اتفضلي حضرتك استريح اتفضلي، بتقول لي ان احنا الصندوق بتاع يعني مش عارف التعبير، مش عايز يطلع مني حتى، الراجل سابها يعني، مش عايز اقول التعبير التاني ده يعني. فبتقول لي احنا بندي 500 واجمالي اللي بندفعه في السنه 2 مليار. طب انا تفتكر النهارده المبلغ ده او ضعفه او حتى ضعفينه هيبقى كفاية لأم عندها طفل أو اثنين أو ثلاثة إنها تبقى عايشة معهم حياة كريمة؟ عشان كده ممكن لو كان صندوق الأسرة دكتور مصطفى يعني ادرسوها يعني. إحنا يا ريت، لا تفضل استريح، يا ريت إن إحنا نقدر نخلي الصندوق ده عشان الدكتورة نيفين هي المعنية بالموضوع، في إن هي تلبي طلبات يعني الطلبات ديت يعني. فارجع تاني واقول ان يعني اذا كنا احنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى وبنؤمن ان احنا في يوم من الايام، انا بكلم لينا كلنا، وهنمشي من على الدنيا ديت وهنقابل رب كريم يحاسبنا، اوعوا تضيعوا اسركم ولا تقسوا على يعني ايه لما زعلك يعني في يعني في يعني مالك يعني مالك يعني يعني ايه يعني 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 في يعني زودتها كده محمود زودتها كده ما تزعلك يا عم في ايه يا عم ما تاخد في جنبك وانت ساكت ف يعني اقصد اقول الساعه ساعتنا ان احنا نسعى بعضنا. شوف اليوم بيبقى عامل ازاي من اوله لاخره. طب انت النهارده ايه الحكايه يعني؟ بما ان هو احتفال بيهم فانا بوصي عليهم يعني، بما هو ان احتفال بيهم فانا اوصي عليهم يعني، ما عشان بس ما حدش ايه يزعل يعني.